بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قسم التعليقات اللي بجاوب فيها على أسئلة حضراتكم. استأذنك في البداية تعمل لايك للحلقة واشتراك لو ما عملتش، علشان الحلقة توصل لكل المصريين ولكل أحبابنا العرب اللي بشكرهم إنهم متابعيننا ومهتمين بالشعر المصري. التعليق الأول بيقول: أنت عندك كم سنة ولغتك أصلا مش مصرية؟ أنت مين أصلا؟ حقيقة ما بحبش أجاوب على أسئلة الشخصية اللي بالشكل ده، لكن أنا باختصار مواطن مصري بيحب بلده جدا جدا، وبيحب الشعب المصري والله العظيم جدا، وبتمنى أن مصر دي تبقى أحلى بلد في العالم. أما لغتي مش مصرية، ما أعتقدش أني بتكلم لغة غريبة مش مفهومة. يعني الشعب المصري شعب متعدد الأعراق والقوميات واللغات، في اللي من الشرقية اللي بيتكلم باللغة الشرقوية، وفي من البحيرة، وفي من الفلاحين، وفي من أحبابنا الصعايدة صعيد مصر، وفي من النوبة، وفي من مطروح، وفي من سينا. كلنا بتجمعنا بلدنا الغالية مصر رغم اختلاف لهجاتنا وعاداتنا وتقاليدنا. فده ما يهمكش، يعني كل ما يهمك اللي أنا بطرحه واللي أنا بتكلم فيه على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل التانية. السؤال الثاني بيقول: ما تعمل أفلام وثائقية؟ حقيقة أنا عملت أفلام وثائقية كتيرة جدا، وأنت بتتكلم يعني على الصوت ممكن تكون سمعته في أفلام وثائقية كتير جدا من أكتر من 12 سنة وأنا شغال في المجال. لكن لو تقصد على قناتي على اليوتيوب أوعدك بكده إن شاء الله، لكن الموضوع محتاج تحضير ومحتاج إمكانات أكبر فور توفرها، يبقى فيه إن شاء الله أفلام وثائقية. بيقول: انت بشوش وجهك منور وبين عليك الصلاح، فلا تلتفت للسفهاء، قد اعتادوا الدياسة حتى صارت لهم نظام حياة، ولكن اسمع مني، ربنا بيعاقب الإخوان لقتلهم الرئيس المؤمن السادات، آن الأوان الاعتراف بذلك الخطأ. خلينا نبدأ من الجزء الثاني اللي هو: ربنا بيعاقب الإخوان لقتلهم الرئيس المؤمن السادات، آن الأوان الاعتراف بذلك الخطأ. طبعا دي معلومة كاذبة، وبيحاول إعلام العسكر ان هو ينشرها بالكثافة ديت. اللي قتل السادات هم ضباط الجيش المصري، ضابط المخطط لاغتيال الرئيس الراحل انور السادات هو خالد الاسلامبولي، وده ضابط عامل باللواء 333 مدفعية، هو المخطط والمنفذ الرئيسي لاغتيال الرئيس انور السادات. الثاني ضابط بالمخابرات الحربية اسمه عبود الزمر، وده شارك في تخطيط اغتيال الرئيس أنور السادات. قناص من أشهر قناصي القوات المسلحة اسمه حسين عباس، وده كان ضمن فريق الاغتيال، وده اللي صوب القنصة القاتلة على رقبة الرئيس أنور السادات وأرداه قتيل. ضابط الثالث هو ملازم أول مهندس احتياط اسمه عطا طايل. ضابط سابق بالدفاع الجوي اسمه عبد الحميد عبد السلام، كلهم ضباط بالجيش المصري. فايه علاقة الاخوان بالموضوع؟ الجزء الثاني: لا تلتفت للسفهاء. لازم ان احنا نتكلم ونصحح المعلومات المنتشرة، ان في كتير جدا من محاولات التسطيح والكذب على ابناء الشعب المصري. السؤال الثاني بيقول او الثالث بيقول: ممكن تجاوبني على الاسئله دي وبسرعه جدا؟ حاضر. اولا، ليه عايز السيسي يمشي؟ ثانيا، انت ليه بعيد وبتطالب الشعب المصري بتنفيذ طلباتك؟ طب مش تيجي انت وتقول طلباتك؟ ما هو احنا بنعمل فيديوهات على السوشيال ميديا وبنقول اللي مش عاجبنا. ثالثا، ايه اللي مش عاجبك في السيسي؟ رابعا، مش شايف المؤامرات التي تحاك بمصر؟ خامسا، ايه اللي هتستفاده لو خرجنا بثوره والبلد اتدمرت؟ سادسا واخيرا، شايف مين افضل من السيسي لحكم مصر؟ وعايز إجابة واحدة مختصرة لكل سؤال. اختصار: أنا مش عايز السيسي يمشي، ده كلام غير صحيح. أنا الحقيقة عاوز عبد الفتاح السيسي يسلم نفسه للعدالة لارتكابه جرائم يعاقب عليها من قبل الدستور والقانون المصري. الحقيقة أنا مستغرب لغاية دلوقتي إزاي مؤسسات الدولة المصرية والشعب المصري الأصيل صامتين وساكتين على عبد الفتاح السيسي بعد ارتكابه كل الجرائم اللي عملها بحق الشعب المصري، ولم يأخذوا الإجراءات المطلوبة منهم وفقا لصلاحياتهم الدستورية والقانونية اللي نص عليها الدستور والقانون، وتقديمه للمحاكمة العادلة. السؤال الثاني: انت ليه بعيد وبتطالب الشعب المصري؟ الحقيقة انا مش بعيد ولا غيره، ولما اقرر ان انا اكون موجود هتلاقيني جنبك في اللحظة المناسبة والتوقيت المناسب اللي انا اقرره، ومحدش هيقدر يمنعني وفقا للدستور والقانون، لاني يعني ما عملتش حاجه غلط، لا خالفت لا الدستور ولا خالفت القانون. ايه اللي مش عاجبك في عبد الفتاح السيسي؟ والله يا صاحبي
اللي مش عاجبني حاجات كتيرة جدا، لكن أديك شايف حال البلد من خيانة عبد الفتاح السيسي للقسم الدستوري وانقلابه على مكتسبات الشعب المصري الدستورية والقانونية وتفريط في كل حاجة في البلد. يعني انت عاجبك اللي مصر بتمر بيه دلوقتي؟ شايف المؤامرات التي تحاك بمصر؟ انا شايف ان اكبر مؤامرة حصلت على مصر هي قتل الرئيس محمد مرسي، الرئيس المدني اللي انتخبه الشعب المصري، واللي حصل من هرس سندي الانتخابات وأصوات الناس اللي جابته وإرادة الشعب المصري، واعتقال أفراد الحكومة بأكملهم، الحكومة اللي انتخب الشعب المصري، واعتقال أفراد البرلمان بأكملهم، البرلمان اللي انتخب الشعب المصري، واللي حصل في 2013 من مجازر وجرائم وما بعدها. أنا شايف أن ده كلته أكبر مؤامرة حصلت ضد الشعب المصري، ومن ساعتها والمؤامرات كلها بدأت تتوالى، بداية من التفريط في الأرض، بداية من التفريط في النيل، تفريط في سيناء مؤخرا، ديون والاقتصاد اللي بقى منهار، والدولار اللي بقى في الأرض والحديد، وحال الشعب المصري اللي بقى يصعب على الكافر. ايه اللي هتستفيده لو خرجنا بثورة والبلد اتدمر التاني؟ هو البلد دلوقتي مش متدمرة، يعني الحال اللي احنا عايشين فيه في اسوأ منه. احنا عايزين تغيير للافضل بالطريقة اللي اتفق عليها الشعب المصري، بحيث ان احنا نرتقي ونتقدم بين الامم. الطريقة اللي اتفق عليها الشعب المصري، فكرة الثورة هي جزء من الطرق اللي ممكن يتفق عليها الشعب المصري ويغير حاله للافضل. مصر مش هيحصل فيها ثورة مرة تانية في الوقت القريب، لأن احنا فرطنا في ثورة عظيمة وفي أهم مكتسباتها اللي هو رئيس الجمهورية اللي كان حلم بالنسبة لنا، فرطنا فيه وفرطنا في ثورة يناير وفي مبادئها، ودسنا على أصوات الانتخابات ووصلنا للحالة اللي احنا وصلنا له دلوقتي. شايف مين أفضل من السيسي لحكم مصر؟ أي حد يجمع عليه الشعب المصري أنا موافق عليه، وده هيكون من أهم القرارات اللي الشعب المصري ممكن ياخدها علشان حال البلد ينصلح. السؤال الثالث أو الرابع بيقول إيش الحل في رأيك الخروج على السيسي وحدوث فوضى؟ أنا اتكلمت عن الحل من وجهة نظري في حلقة كاملة لأن الموضوع كبير، فحسيب لك الرابط هنا فوق وحسيبه لك كمان في الوصف، ممكن تسمع الحلقة كاملة. السؤال الأخير بيقول حضرتك مين ومعلوماتك منين؟ انت اول ما قلت الرئيس المدني المنتخب نسيت تقول ان الرئيس المدني المنتخب عرض على عباس انه ياخد سينا وهو رفض. انا دلوقتي عرفت انت مين. طب كويس عشان خاطر ما نطولش الحلقة، طالما انت عرفت او انت عرفتي انا مين. اما ان الرئيس المدني المنتخب عرض على عباس انه ياخد سينا فده كذب وافتراء على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وانا عملت حلقة على القناة هسيب برضو الرابط بتاعها فوق هنا ممكن تستمع ليها، بشهادة أحد القيادات السياسية الفلسطينية هو كمان بيكذب ادعاءات محمود عباس أبو مازن هو رئيس السلطة الفلسطينية. حضرتك مين؟ أنا عرفت نفسي في بداية الحلقة، ممكن تسمع الحلقة من البداية أو تسمع الحلقة من البداية. معلوماتك بتجيبها منين؟ معلوماتي بجيبها من مصادر موثوقة بعد قراية واطلاع وفهم وقراءة للواقع وعمل وخبرة في مجال الإعلام من أكثر من 13 سنة. أشكركم على حسن الاستماع في الحلقة دي، وأتمنى ما أكونش طولت عليكم، وفي اقتراح أن أنتوا تبعتوا أسئلة بالفيديو، سبت لكم الإيميل في وصف القناة للإجابة عليها في قسم التعليقات. مرة تانية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.